السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هناك الناس لازالوا يتساءلون، حبة البركة هي الحبة السوداء، هل السانوش حبة البركة؟ هما نفس الفصيلة من حيث علم النبات، هما نفس الفصيلة، حبة البركة والسانوش المغربي، حبة البركة والسانوش المغربي هما نفس الفصيلة، منها هما الحبة السوداء. السانوش المغربي أو الحبة السوداء الصغيرة هذه اللي في المغرب عندها تركيز من نايجيلين وتركيز من المكونات أكثر من حبة البركة. يعني الناس ملي كيشموا الرائحة ديال حبة البركة والرائحة ديال السانوج هي نفس الرائحة، معنى نفس الرائحة، أن هذه المركبات الطيارة الفولاتيل، المركبات الطيارة التي الطيارة التي يشموها الناس هي نفسها، هي تركيب كيماوي، لأن أنف الإنسان يحلل أحسن من الكروماتوغرافيا. فهذه يعني الحبة السوداء أو السانوج يعني في المغرب التسمية المحلية، على المنطقة المنتجة هي جميع المناطق المغرب، ولكن منطقة الشاوية وخصوص الشاوية الجنوبية، يعني هذه أكبر منطقة التي تنتج الحبة السوداء، يعني إنتاج هائل وبدون أي سماد ولا أي مبيدات ولا أي شيء، يعني القدانة ولاد سعيد هذه حتى البن حمد يعني وردغة هذه كلها يعني إنتاج كبير من هذه الحبوب. السانوج يعني معروف عندنا، الناس كلهم كيعملوا واحد خطوة ولا متر في الأرض كيعطيهم يعني كمية كبيرة، يعطيهم حتى الخمسة من 2 كيلو حتى 5 كيلوغرامات من هذه الحبة السوداء، يعني عندها مردودية جيدة ويعني هذه عشبة جميلة جدا. هذه الحبة السوداء الناس عليهم يشترون هذه حبة البركة على أساس من لما يكون في هذا في العمرة وفي الحج، الناس دائما يأتون بالحبة البركة لأنها موجودة في مكة وفي المدينة، ولأن هذه مستوردة من باكستان ومن يعني من دول أخرى. هذه الحبوب والحبوب السانوج، هذه الحبة السوداء الموجودة في المغرب هي الحبة السوداء جميلة يعني. والناس في لماذا كثرة الأسئلة وكثرة الفتان وكثرة الأسئلة؟ قد بينا للناس هذه الأشياء فكفى صح. فهذه الحبة السوداء يعني معروفة هي بمادة النيجيلين، لأن اسمها اللاتيني هو نيجيلا نيجيلا، والنيجيلين مادة هذه مركب النيجيلين مع الإيزوكينولين الأيسوكينولين والنيجيلين، يعني المركبات الأساسية. هناك مركبات أخرى طبعا يعني تقريبا مثل هذه الأشياء، لكن تبقى الحبة السوداء هي ليست أكثر أهمية من الحبوب الأخرى. الكمية التي نستهلك من الحبة السوداء لا نستهلكها من أجل الزيت ولا من حمض أجل حمض الأوميغا 3 ولا حمض الأوميغا 6، وهي فيها حمض الأوميغا 3 وفيها كذلك حمض الأوميغا 6. غريب يعني غريب جدا، لأن النبات الوحيد اللي مجموعين فيه الأوميغا 3 والأوميغا 6 هو الحبة السوداء، لأن كنلقاو مادة دسمة إما فيها حمض الأوميغا 3، والحبوب الزيتية كلها التي نستخرج منها الزيوت بما في ذلك السوجة والفول السوداني ونوار الشمس والكولزا والمسائل هذه كلها فيها الأوميغا 6، الشحوم الحيوانية فيها الأوميغا 6، هذه الحبة السوداء فيها الأوميغا 3 والأوميغا 6، لأن الأوميغا 3 يوجد في اللوز والجوز والكتان والسمسم، يوجد في السمك، ولكن يوجد كذلك في الحبة السوداء، ويوجد معها حمض الأوميغا 6. لماذا؟ لأن الجسم يحتاج قليل من حمض الأوميغا 6. حمض الأوميغا 3 يساعد على إنتاج البروستاغلاندين 1 و3 اللي هي التي ضد الآلام، يعني هي هذه البروستاغلاندين 1 و3 هي التي تحبس الآلام وهي التي يعني تزيل الآلام من الجسم. حمض الأوميغا 6 يساعد على إنتاج البروستاغلاندين 2 التي تتسبب في الآلام، يعني البروستاغلاندينات هي 3، 2 تتسبب في الآلام، 1 و3 هي التي تزيل الآلام. فهنا تناقض في الحبة السوداء، أنا فيها حمض الأوميغا 6 وفيها كذلك حمض أوميغا 3. لماذا بعض الأشخاص يعني يتناولون الحبة السوداء ويحسون بصحة جيدة؟ مع جميع الحبوب تصبح حتى الحلبة يحس الناس بحبوب، لأن هذه الفيتوستروجينات كما قلت هي كابحة للسرطانات هذه، وهي يعني مخفضة للضغط ارتفاع الضغط، وهي جيدة يعني هي وقاية أمراض القلب والشرايين، وقاية القلب والشرايين، هي تنظف القلب يعني الشرايين، هذه الأوعية الدموية، هي كذلك تضبط الهرمونات لا عند النساء وعند الرجال، هي يعني أشياء كثيرة في هذه الحبوب كلها وليست الحبة السوداء. الحبة السوداء فيها الفيتوستروجينات اللي من النايجيلين، والنايجيلين تساعد على إنتاج الأندورفين في الجسم، والأندورفين طبعا هو الذي يزيل الألم، هو أنتي أنفلاماتوري، هو الذي يزيل الألم، هو يعني مسكن للألم، ولذلك يحس الناس يعني أنهم براحة جيدة. هذه النايجيلين يعني تنشط إنتاج الأندورفين في الجسم، يعني هذا حديث جيد. ثم أن هذه الحبوب كلها ولكن الحبة السوداء أكثر شوي يعني فيتهم يعني تتعدى شوية الحبوب الأخرى، وهي أنها
يعني هذه الاندورفين، ماده الاندورفين موجوده بكثره في هذه الحبه السوداء، ولكن كما قلت بالنسبه للحبوب الاخرى هي اكثر شويه، لان تزيد في الابوبتوزيس. الابوبتوزيس والابوبتوزيس سموها على انتحار الخلايا، هو انتحار الخلايا هو يعني حادث الذي يقوم بتنظيف يعني هذه الخلايا الميته والخلايا التي يعني توجد على حاله يعني مريضه. فالابوبتوزيس تدخل في المناعه طبعا، لان ملي كتكون الابوبتوزيس مرتفعه تكون المناعه مرتفعه، والابوبتوزيس جميع النبات يزيد في الابوبتوزيس بما في ذلك الزعتر وليس الحبه السوداء فقط. ولذلك كل الناس يقولوا بان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شفاء من كل داء. نعم، لان في هذا الاتجاه ان تزيد شويه في المناعه وانها ترفع الابوبتوزيس، هذه تفسير فيزيولوجي يعني تفسير شويه العلمي، لكن ليست لوحدها وليست يعني شيء خارق، هي ماده عاديه وجميع الحبوب الاخرى تقوم بهذا العمل. كما قلت الابوبتوزيس حتى اوراق الزيتون واوراق الرمان وحتى الزعتر وحتى الاشياء الاخرى يعني تزيد في هذا يعني هذه، حتى جدر الدوم حتى السدر حتى الاشياء هذه كلها ترفع الابوبتوزيس. طبعا نقول ترفع الابوبتوزيس هي ترفع المناعه في هذه في الجسم. فيبقوا ستيرولات، يعني هي الحبه السوداء قويه في ستيرولات لان فيها الثلاثه مثل حبوب الكتان، ولكن تركيز اكثر، تركيز اقوى، هي اللي فيها اكبر تركيز من ستيرولات بما في ذلك يعني هذه الالفا سيتوستيرول، طبعا الجاما سبيناستيرول، كذلك فيها ستيغماستيرول، فيها ثلاثه ستيرولات، هذو ثلاث مجموعين يعني في هذه الحبه السوداء. ويعني طبعا هذه المواد يعني لما نقول مثلا السيزامين في السمسم، ثم النايجيلين في الحبه السوداء، ثم تريجونيل في الحلبه، ثم حمض الاوميجا 3 وهذه الاشياء هذه في اي حبوب، فهذه الاشياء يعني هي كما لاحظنا هي مشتركه في جميع هذا التكوين مشترك. هناك حبوب اخرى ستتخصص اكثر في الفيتوستروجينات دون استيرولات، فيها استيرولات ولكن كذلك فيتوستروجينات، وهي ليس فيها شيء يعني هذه الحبوب فيها شويه اوميجا 3 فيها اوميجا 6 فيها شويه ما يعني قطرات من الزيت، يعني مثل السمسم مثلا حبوب الكتان والحبه السوداء فيها ماده دسمه شويه زيت. نعم، ولكن هناك حبوب اخرى ليس فيها زيت مثلا مثل اليانسون والشمره، يعني السنه والسانوت اللي كنسميو يعني حبه حلاوه والنافع، هذه الحبوب سنرى ان فيها فيتوستيرولات فقط، فيتوستروجينات فقط، ليس فيها يعني اي شائحه اخرى، يعني الفيتوكيميكولز هذه الموجود في هذه الحبوب وفيها رائحه طيبه مثل الانيتول، هذا يعني المركب هذه في هذه الحبوب. فالحبه السوداء هذه هي مميزاتها، هذه خصائصها، ليس فيها شيء يعني خارق وليس فيها اي شيء، أن الناس يعني أكثروا عنها الحديث وأكثروا عنها الخلطات وأكثروا فيها، حتى بعد الأبحاث العلمية أصبحت يعني تركز على الأشياء التي جاءت في القرآن وفي الحديث. نعم، ولماذا الأشياء الأخرى التي لم تأتي في الحديث هل ننساها؟ إذا كانت هناك أشياء لم تأتي في هذا فهل ننساها؟ أو لا، هي رمز، الرسول صلى الله عليه وسلم رمز إليها، لأن هذه المجموعة يجب أن لا يتغافل عنها الناس في التغذية. ونلاحظ على أن الدول الغربية هي لا تعطي أهمية لهذه الحبوب، لا تعطيها أهمية، ولذلك أن يعني رمزية الحديد في هذه الحبوب أن يجب أن لا نتغافل عنها ويجب أن لا نأخذ يعني بعضها دون الآخر، فهي اللائحة كلها جيدة.